الطاغوت يقول ما جاوز فيه العبد حده من متبوع أو مطاع. يقول ما الفرق بين المتبوع والمطاع؟ المتبوع هو الذي يكون له أتباع يمشون خلفه ويعملون بعمله، أما المطاع يطاع ولو لم يكن معه، لو لم يكن معه يعني لا يتبعه، قد لا يراه، قد يكون في بلد آخر لكن يطيعه وهو في محله، فهذا هو المطاع. طبعا هذا المقصود به وهو يرضى بذلك، أما إذا كان هو لا يرضى بذلك فهو ليس بطاغوت، وإذا رضي بذلك نعم.